تخلع ملابس ولا لا. كل دي قرارات انت بتاخدها. ففي الاخر القرار اللي احنا كنا خدناه اللي احنا شفناه ان جه الوقت ان عبد الواحد لازم يسلم الرايه لجون تاني في نادي الزمالك, وده لا يقلل من شان عبد الواحد السيد في حاجه, لان انا في رايي ان عبد الواحد من اكتر الناس اللي خدمت نادي الزمالك, وفي وقت من الاوقات جاله فرص كتيره جدا انه يلعب في انديه اخرى وكان متمسك باللعب في نادي الزمالك. كنا نطلع فاصل اميدو ونرجع نكمل حلقه معاك. دايما الواحد مستمتع مع احمد حسام والكلام بحريه وبشكل رائع دايما مع اميدو. خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا.